لسه مستمرين مع حضراتكم في كلامنا عن مهرجان العالمين واهم فعالياته. والاسبوع ده مهرجان العالمين بيقدم لون جديد من الفنون وهي الموسيقى المستقله وموسيقى الاندر جراوند، وده من خلال ثلاث حفلات لفرق مختلفه هي كود مصر وهايدام وحافظ وبستان. من الفرق دي فرقه كود مصر وهي بتقدم موسيقى الروك وبدات رحلتها الغنائيه من 8 سنين. تعالوا نتعرف اكتر على الفرقه دي من احمد سيف مغني فريق كود مصر. مساء الخير يا احمد. مساء النور، ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عايزين نتكلم عن وجود فرقه كود مصر في مهرجان كبير زي مهرجان العالمين، بتمثل لكم ايه؟ والله هي كانت يعني فرصه مميزه جدا لينا، بالذات ان احنا كنا موقفين حفلات بقالنا فتره، وكنا عايزين نرجع الفتره دي بشكل كبير، بالذات في العالمين الجديده والساحل. فيعني كانت بصراحه جايه في وقت ممتاز جدا، وبالذات كمان ان المنظمين بتوع الحفله يعني عملوا تسليط ضوء جامد قوي على الاندر جراوند ميوزك اللي هي ما كانش ليها دور قوي في السنين اللي فاتت. فيعني كانت حاجه يعني محمسانا جدا اصلا ان احنا نعملها، ونتمنى ان احنا نعيدها تاني كل السنين الجايه. يعني احمد، خلينا نتكلم برضو عن جمهور مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. هو جمهور متنوع، جمهور من كافه الاعمار ومن كافه المجتمعات طبعا، سواء بقى هم من طبقه وسطى، طبقه كبيره، أغنية كده. عايزين نتكلم عن وجودكم انتوا واللون اللي انتوا هتقدموه لكل الطبقات ولكل الاعمار، هل مستعدين لده؟ هو بصراحه احنا اصلا يعني مزيكتنا كمان بالذات هي يعني بصراحه لكل الفئات، فيعني كل الناس وكل الشباب والكبار والصغيرين، يعني اي حد ممكن يسمعه. حتى جمهورنا بيبقى من كل الطبقات دي، من كل الاعمار دي. فحفله العالمين كان الجمهور فعلا يعني هو كل الفئات كانت موجوده، كان في ناس كبيره، كان في ناس صغيره اطفال، كان في ناس في شباب، بس الاغلبيه كانوا شباب طبعا عشان انت عارفه الشباب يعني بيحب الاندر جراوند وكده. اكيد. فكان بصراحه يعني كان الجمهور جميل جدا وكان متفاعل جدا، والناس كانت جايه تتبسط، فالاجواء كانت حلوه قوي بصراحه يعني. حتى طيب كل احمد، خلينا نتكلم عن تفاعل الجمهور. انت لسه بتقول ان انتوا كان كل الاعمار موجودين، بس طبعا الشباب كانوا بنسبه اكبر. تفاعل الكبار سنا شويه مع الاندر جراوند ميوزك كانوا عاملين ازاي؟ والله بصي، هو يعني بيبقوا بالنسبه لهم حاجه جديده، يعني لون جديد مش متعودين عليه قوي، بس لما بيدوا له فرصه وبيسمعوه بيحبوه جدا، لدرجه ان في ناس كتير بتيجي تكلمنا بعد الحفلات ويقولوا لنا احنا عجبنا قوي اللي بيحصل ده، انتوا من امتى شغالين؟ احنا عايزين نسمع الاغاني وهكذا. فلا يعني هو الحوار عمل اكسبوجر حلو قوي لكل الناس فعلا، يعني فعلا كل الناس اللي كانت حاضره من جميع الاعمار اتبسطوا، فاهمه؟ وحابين ان الحوار ده يحصل تاني وتالت ويكتر، ويسمعوا بندات ثانيه ويتعرفوا على حاجات جديده وكده. ده بالنسبه للتعليقات اللي كانت موجوده داخل الحفله او بعد الحفله من الجمهور اللي كان حاضر الحفله. بالنسبه بقى للسوشيال ميديا، وانت عارف طبعا السوشيال ميديا مهمه جدا، التعليقات أكيد. واهم التعليقات اللي جات لك على السوشيال ميديا على وجود كود مصر في مهرجان العالمين السنه دي. والله الناس يعني جالي ناس كتير قوي اصلا، اولا قالت لي ان دي خطوه مهمه جدا بالذات في مسيره الباند، وان هي حاجه يعني بتخلي الناس برضو اللي موجوده في مصر، لان دلوقتي الضوء كله متسلط على العالمين، الناس كلها شايفه اللي بيحصل فيه، الناس متحمسه ان كل واحد هنا في مصر عايز يروح يشوف العالمين الجديده عامله ازاي وايه اللي حصل فيها. ف يعني كل الكومنتس اللي هو احنا يا ريتنا كنا موجودين، احنا او احنا كنا موجودين وانبسطنا قوي، هتبقوا تاني فين الفتره الجايه؟ هتعملوا حفله تاني الصيف ده ولا لا؟ فين الفتره الجايه بقى؟ ده السؤال ده، يعني احنا فين الفتره الجايه؟ احنا بنسعى بصراحه ان احنا نعمل حفلات تانية في العالمين، وكده كده بنحضر الالبوم وبنحضر للسنجلز وفيديو كليب. فيعني احنا اصلا يعني ابتدينا الحوار ده بان احنا بنعمل فيديو كليب في كل محافظه في مصر، ان احنا بنبين الحاجات اللي مش معروفه قوي في مصر في كل محافظه عن طريق الفيديو كليبات بتاعتنا، فناويين ان احنا نكمل ده ان شاء الله. يعني اشكرك احمد سيف، عضو في فريق كود مصر، شكرا جزيلا ليك.